طيب هلا احنا تارت اللبنه نفس المبدا، ما في اي شيء ثاني، بنجيب القطعه الثانيه اللي حضرت لكم اياها عشان نبلش نحشيها باللبنه، تمام؟ اما هاي رح يطلع لونها خرافي. لا بتعرفي جيبوا لبنه، جيبي لبنه وحطي معاها بابريكا حاره او افرمي معاها فلفل رومي احمر، بيطلع خيل الالوان. حلو. واللبنه مع شطه. اساعدك، هاي اللبنه المقادير بتظهر امامكم، احنا حكيناها اصلا بنعيدها، هيها امامكم، تقدر تفوتي على البث المباشر او حتى على قناه اليوتيوب، هيها امامكم. نفس الفلافل، نفس القاعده، بس الحشوه مختلفه، فانت اختاري اللي بدك اياه، ممكن تحشيها مكدوس مثلا مع جوز، ممكن تخلطيها السلطه الحاره، كثير كثير في افكار، ممكن اللبنه تحطيها اللي هي اللبنه الحاره. تمام، انا جايبه هون لبنه جرشيه، تحياتنا لاهل جرش، لبنتهم بتشهي. ماشي. ايمان الشايده بتتابعك من المانيا، بتصبح علينا وبتقول لك يسلموا ايديك على هالاطباق الحلوه. الله يسعدهم يا رب. تمام هيك، يعني اهم شيء انه انا من داخل حدود منزلي، شويه بيض وطحين، اشياء بسيطه جدا. ان شاء الله انه الخير موجود عند الجميع، اكيد موجوده في كل بيت، بقدر اطلع طبق 5 ستار بس بمكونات بسيطه، مو شرط اكلف حالي واكلف زوجي او اكلف والدي مثلا او ابني عشان طيبة. اجيب شغلات غاليه واسوي، لا مو شرط، الست دائما هي اللي بتعطي هاي اللمسه الفخمه. معك شاهد، نشوف معنا والذكية يعني كمان. الصراحة طبعا بتقولنا رفعت بيقولنا النعيمي، احلى الاوقات بمتابعه فقرات التلفزيون الاردني، احرجتني يا رفعت بحضور الاعلاميه المبدعه شاهد، شكرا يا رفعت، كلك ذوق. محمد تيسير القادري، بحب اصبح عليكم وعلى الشيف علا، شكرا يا ام محمد. نضال الحطاب بحكي لك حسستيني اني بمطعم هاشم عشان تعرف بس. من الكرك الأبية ومن الجنوب معنا اتصال على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا فيك محمد، صباح الخير. إبراهيم، إبراهيم معنا على الهواء، إبراهيم كيف صباحك؟ كيف الأجواء عندك بالكرك بما أن المنخفض بالجنوب رح يكون أقوى؟ والله الحمد لله الأجواء كويس، بس فيها شوية غبرة وأجواءها كثير. والله بتمنى لكم السلامة جميعا. الله يسلمكم يا رب، كيف حالكم؟ نحن الحمد لله مبسوطين بمتابعتك لنا، ان شاء الله انه هالحلقه نالت على اعجابك ورضاك. والله ما شاء الله عليك، واحلى تلفزيون في العالم والله. سعداء جدا بمتابعتك ابراهيم، في عندك اي استفسار على الطبق اليوم؟ والله ما شاء الله عليك، يسلم وجهك يا رب. نعم. الله يخليك وشكرا على اتصالك. بس بدنا نسال بالله لو سمحتوا. تفضل. بدنا نسال جماعه الامراض السكري اذا بتقدر تسوي لنا هيك حلويات. حاضر حاضر من عيوني، انتوا تدللوا بطلع لكم. حاضر امرك. طيب خلينا نحكي شوي عن هذا الإشي اللي انا قاعده بحرك فيه، هذا خيار بالبرايه سبق وحكينا عنها سابقا، سعرها ربع جزء من الدينار، كثير كثير يعني شيء بسيط ولكن النتيجة فخمة زي ما أنتم شايفين، كثير ناس بتستتفه بهاي الأمور، بس والله بتساعدكم لحتى تعطوا أفكار، وأنا رح أبلش أعمل كشكش من شو حلو. لازم تعلميني إياها هاي. يلا شاهد معنا، شايفين رح أبلش أطلع وأنزل وأمشي مع حركة الخيار. سوزان عم بتابعك من الدنمارك، تحياتنا لك، كل الحب وخاصة الشيف علا الرائعة. عامر الفاعوري يسعد صباحكم. أسماء البطاينة عم بتقول لك يسلم إيديك شف على الأكلات الطيبة. طيب القلب. غازي البشير، منورين أحلى مذيعة وأحلى شف علا، شكرا يا غازي. رفعت بحكي لك شف علا ملكة الأكلات الطيبة، يعطيك العافية. يسعد قلبك من ذوقهم. أم مروان يسعد صباحكم بكل الخير شف علا، بحبك كثير وبتابعك، إنسانة مجتهدة ومميزة. حبايبي حبايبي. معنا اتصال؟ معنا اتصال على الهواء مباشرة مع آلاء، بنصبح عليك يا آلاء وأهلا وسهلا فيكي. ألو. اهلا الاء، كيفك؟ من وين عم بتتابعينا اليوم؟ من جرش. اهلا وسهلا فيكي وتحيه لكل اهالي جرش. اللبنه من عندكم يا الاء. اهلا وسهلا فيكم، منورين حبيبتي. حبيبتي شكرا لك. الله يسلمك يا رب. بكره الجمعه حابه تعملي هالطبق لاهلك؟ اكيد. حلو،
حابة تسألي الشيف علا أي سؤال عن الوصفة؟ لا بس نخلي شيء إن شاء الله عليها. حبيبة قلبي يسعدك، يسعد صباحك. شكرا على اتصالك. ربا بتقول لك من وين نجيب البراي تبعت الخيار؟ هلا تحت الهواء. تحت الهواء بنتواصل معكي. خلص بدي احكيها، مش قادره اسكت. سعرها 20 قرش وفي ناس بتبيعها بنص دينار، بدي لك على اللي بيبيعها ب 20 قرش. خلص. عامر الفاعوري يعطيكم الف عافيه على الجهود الرائعه. خالد المشعله ابو يزن الله يعطيكم العافيه، المذيعه والشيف المحترمات منورات، شكرا لك. محمد النوافله بده قلايه بندوره. وصوفيا الزواهرة أم حنين بتحكي صباح الخير، وأم صالح الحنيطي صباح الورد، يونس الشعار صباح الخير منورين، وهنادي برضو بتصبح يسعد صباحكم، أم حسام الشرفات بتحكي صباح الورد والياسمين للشيف علا، ربي يسعدك أنت مبدعة ومميزة. يسعد صباحكم. أمال القدومي أحلى شهد وأحلى شيف، ما شاء الله عليكم الله يحميكم، شكرا كثير يا أمال. عبير برضو يعطيك العافية، شيف علا صراحة شيف رائعة ومكونات بسيطة لكل الأطباق. نعم، تفاعلكم دائما يثري حلقاتنا يعني، وسعداء جدا بمتابعتكم. ما قلنا غنى عنهم يا شهد أبدا. أكيد رأس مالنا الناس الطيبة. أبو نديم بيقول لك يسلموا إيديك شيف علا ويسعد صباحك شهد، هذا إشي جيد وجديد، يسعد صباحكم. أيوة. بس اللبن كتير هيك ولا لا بسألك؟ لا تحتيها في خبزة. ما بدي أكل إشي فاضي يعني أنا، بعدين أنت لو إنه معانا ما رح أعطيك إلا يدوب لقمة بس. مع كاسة شام مش رح يطلع له كتير، فكل واحد بياخد حصة على قده، بتكون كافية ومشبعة. لما أقول وجبة فطور معناته أنا بدي أعمل إشي لذيذ، فهلأ أي حدا بده يدوقه بس رح أعطيه قطعة شهد بس. أنت أولهم. أم أسامة عم بتقولك بدنا معمول بسميد، وأنا بدي معمول بسميد. يا الله شو بحب المعمول، مش معمول. حاضر حاضر. يعني بالذات جهزي حالك تنقشي وتدقي. لازم قبل العيد، قبل رمضان إن شاء الله على خير يا رب. طبعا رح تعملي لنا اطباق كثير تعرفين عليها قبل ما نقبل على شهر رمضان المبارك يعني. ان شاء الله الله يقدرنا وما نقصر. الطفلة آية معنا على الهواء مباشرة باتصال هاتفي. آية يا آية يعني مبسوطين كثير انك عم تتواصلي معنا، رح نرجع لك كمان شوي نقرأ كم من تعليق. معنا خلف أبو أحمد يسعد صباحكم، أحلى زهرتين بالتلفزيون الأردني. الله شو هال يعني التعليقات اليوم آخر دلال يعني. كل يوم بسوي لكم تارت. أم نعيم صبايا بدنا أكلات، في عنا كمان حلا الخزاع لصباحكم ورد. رفعت عم بحكي لنا نيالك يا شهد عم تاكلي من الأكلات الطيبة اللي بتحضرها الشيف. ما ألزه. هبة عودة صباح العسل لأحلى شيف لأحلى شهد. أم هاشم الزعبي صباح الخير. يعني تفاعل ما شاء الله يعني تفاعل. لا الشباب يعني هاي فقرة مطبخ بتستغربي إنه شفاف الشباب عم تتواصل معانا. بدنا نقول ألو لرشا صباح الخير. رشا صباح الورد، كيفك؟ يسعد صباحك. من وين عم تتابعينا رشا؟ من التلفزيون الأردني من إربد. أوه من إربد. عروس الشمال. الله يسعدك. والله أنا بالمدرسة وقاعدة بسمع على برنامجكم، والله عاجبني. كيف والله يعني أنت بالفرصة هلأ يمكن بالمدرسة؟ كان هي معلمة؟ لا مربيت أجيال حبانة. نعم يا أهلا يا حبيبتي، يعطيك العافية يعني جهودك دائما محط تقدير لدى الجميع. أكيد. الله يقويكي دائما حبيبتي. الله يسعدك. شو رأيك بالطبخة؟ ريحة طبخك بتجنن حبيبتي، تطلع من التلفزيون. يا ويلي يا ويلي. يسعد صباحك يا أمر حبيبة قلبي. شكرا لك. أما هلأ بدنا ننتقل لاتصال هاتفي آخر، ومنقول ألو لعدنان صباح الخير. يا عدنان هلا. صباح النور. أهلين. أهلا عدنان. عدنان من وين عم تحضرنا؟ نربت. من إربد. يا عيني اليوم حضور إربد كثير كبير. أهلا فيك يا عدنان. الله يبارك فيك. والله احنا بدنا نصبح الشيف علا. الله يسعد هالصباح الحلو. والله بنشكرها كثير على الأكلات الطيبة. الله يسعدك يا ربي. كيف تلاقي طبختنا اليوم؟ على ذوقك؟ عجبتك؟ طبعا. الله يسعدك يا ربي، شكرا على الاتصال الحلو. العيلة بتسلم عليك وبتقول لك الله يعطيك العافية. الله يسعدهم، سلم عليهم فردا فردا بالله. والسلام أمانة. شكرا يا عدنان، سلم على الجميع. أم نور منقولها ألو صباح الخير يا أم نور، وأهلا وسهلا فيكي بحلقتنا لليوم. صباح النور، كيفك يا شهد؟ شو أخبارك؟ أهلا فيكي. أم نور عم تحضرينا من وين؟ من قطر حبيبتي.
من قطر؟ من قطر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين الله يعطيكم الف عافيه، والله منورين حبيبتي. حبيبتي سلم ايديك يا شيف علا. يا حبيبه قلبي يسعد قلبك على هالصوت الحلو. احلى صباح يا حبيبتي بوجودكم يسعدك. بدنا من طريقه معمول مرتبه هيك حلو زي طريقه معمول. معمول بالسنين. حاضر ابشري ابشري. نضل نعمه لما تستوى. حاضر دللي. شكرا يا ام نور. التزيين يعني جزء كثير مهم من اي طبق، والشيف علا يعني عم تبدعي بتزيينك للاطباق لحلقه اليوم. طيب احنا بس شهد يعني مجرد افكار اجتهاد. وبعدين مفيده يعني الاطباق اللي عم بتقدميها فيها مكونات غذائيه مفيده لكثير من الناس طبعا. يعني الخيار والفلافله تحديدا، الفلافله بيقولوا انه بتقوي عضله القلب جدا، مهم الواحد يركز للذاكره لعضله طبعاً. القلب طبعاً. للدم مهمه جدا 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 طبعا. فعن جد يعطيكي الف عافيه عن جد. الله يعافي قلبك. هي افكار طبعا هو الموضوع اجتهادي، بتقدر الست تحط اللي بدها اياه اللي موجود والجود من الموجود، ما في داعي اكلف حالي. اهم شيء انه تضل السيده هيك على قناعه بانه الخير عندنا موجود. اي شيء بخليني اطلع طبق ما في داعي اني انا ابالغ كثير لحتى اطلع اطباق، لا موجود الخير. ليالي موجودة معنا برضه باتصال هاتفي على الهواء مباشرة. بنصبح عليك يا ليالي. صباح الخير شيف علا. يا صباح العسل. يعطيك العافية حبيبتي. أهلا ست الكل، أهلا فيكي. شو هالأكلات الحلوة والزاكي اللي بتعملين إياها لعيونك تدللي. والله كثير بشاه كثير كثير يا حبيبتي. صحة وهنا على قلبكم. بس بدي أغلبك شيف علا. غلبيني. بدي طريقة المفتول لحماتي لأنها بدها طريقة المفتول بكرة الجمعة وبدها تعملها. طيب سلمي على حماتك وراسليني على الخاص عشان أكتب لك إياها. شكلكم مش صابرين نعملها على الشاشة، بس إحنا رح نعملها. المفتول اللي عندك يابس ولا أخضر مهبل؟ في عندي هيك وفي عندي هيك. أوه الله يديم الخير. طيب الله يسعدك. تحت الهواء أو راسليني على الخاص. حاضر بعطيك الطريقة إن شاء الله. هلا يا أمر. طيب إحنا هيك بتكون. شكرا لك يا ليالي. طيب احنا هيك طبقنا صار جاهز الثاني ورح ننقله على صحن او على طاوله التقديم. بلكم اياه بشكل حلو. وهذه هي الطريقه. طبعا شو بدها الست تعدل بتعدل ما في مشكله. تمام حسب الذوق وحسب نعم. رغبتها طبعا. وهيك بنكون خلصنا الأطباق الرئيسية اليوم بتارت اللبنة وفلافل تارت. في فاصل صغير رح ناخد فاصل كتير كتير صغير أنظف مكاني وأجهز حالي لحتى نعمل حلى الجيلي المائل. يعني إذا بدنا نحكي عن الوصفة بنقول عنها وصفة هبلة، فيش وصفة بس في فكرة. فرح نشتغل أنا وياكم على الفكرة. فاصل وراجعين خليكم معنا.